في كركوك بجهود قوات البيشمركة في خفض الأمن والاستقرار وتضحياتها البطولية من أجل الدفاع عن كافة المكونات دون تمييز. كما أشاد باترياك السريان الكاثوليك في العراق والعالم بعلاقات الأخوة والتعايش بين مكونات كركوك في ظل الإدارة الناجحة للمحافظة التي عززت أواصر هذه العلاقات بفضل عملها الدؤوب وخدمة جميع مواطنيها، مثمنا في الوقت ذاته الدعم المقدم للنازحين في كركوك وبما فيهم النازحون المسيحيون. تفاصيل أوفى مع ياشر خالد. أشاد غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم بملاحمة وبطولات قوات البيشمركة من أجل الدفاع عن كركوك وأهلها دون تمييز. جاء ذلك خلال زيارته إلى كركوك وإقامة قداس للسريان الكاثوليك في كنيسة العائلة المقدسة. نحن طبعا نشكر كل الأعضاء الذين حموا الأقليات من مسيحيين ومن يزيد وشبك، ونخص بالذكر أكيد طبعا الحكومة وقوات البشمركة التي ساعدت على حماية إخوتنا وأخواتنا من هذه المكونات الصغرى. بطريرك السريان الكاثوليك في العراق والعالم أشار إلى أن كركوك وبفضل جهود إدارة المحافظة أصبحت مثالا يحتذى بها، مثمنا جهود القائمين على إدارة كركوك وأهلها في استقبال النازحين وتوفير مكان آمن لهم وخاصة المسيحيين منهم. نوجه الشكر والامتنان لكركوك حكومة محافظة ومؤسسات وشعبا الضيافة التي قدموها لأبنائنا وبناتنا المهجرين من الموصل ومن سهل نينوى. طبعا نحن تألمنا وما زلنا نتألم لهذا النزوح القسري. من جهة ثانية نقول أن إخوتنا وأخواتنا بكركوك إن شاء الله تبقى دائما عامرة، قدموا بروح الأخوة ما يحتاج إليه المهجرون ولذلك نشكرهم. رئيس أساقفة الموصل وكركوك وكردستان للسريان الكاثوليك من جانبه بالحقيقة أنا الشيء اللي سمعتوه والأصداء اللي سمعتوه خاصة بعد التهجير القسري اللي صار لبلداتنا وقرانا في سهل نينوى وأثناء زيارتي الأولى وتفقدي لعوالي هنا، رأيت بأنه فعلا كان في انفتاح كلش طيب وقلوب كلش محبة أن تحتضن هالجماعة مالنا، وكانوا فعلا يعني عايشين ولو في قاعاتية مال كنائسية أو مال الأشياء الرسمية هي أو في بيوت أخرى هي، بس كانوا فعلا مأمنين كل شيء إلهم من ناحية الأكل، من ناحية الشرب، من ناحية حتى الملبس ومصرف نوعا ما جيبي، وحتى من ناحية حماية. فهذا يدل بأنه فعلا أنه المسيحي كباقي المكونات الأخرى له مكانته وتقديره في كركوك بالذات. دور البشمركة ما ممكن واحد ينسانه، لأنه فعلا أظهروا أنه كل جديين في الحماية والدفاع ومحاولة استرجاع هذه القوة. لحد الآن ما ملتقي مع المحافظ بالذات، بس اللي أسمعه الأصدقاء أسمعه خاصة من الكاهن الموجود هنا في الكركوك أنه متعاون كلش ومتفهم كلش لوضعنا نحن كمسيحيين باعتبارنا هذا الشيء يهمني، ولكن أيضا لكركوك بالذات. ورأينا التقدم اللي صار أيضا من ناحية العمران ومن ناحية النظافة والترتيب والشوارع والحدائق اللي أنجزت في هذه الفترة الأخيرة على يد محافظنا الجديد. كاهن رعية العائلة المقدسة للسريان الكاثوليك في كركوك أشار إلى أن جميع القوميات في كركوك تعيش بأمان وسلام وأخوة بفضل حنكة إدارة المحافظة في التعامل مع جميع القوميات دون تمييز. بهالمناسبة أحب أشكر فعلا كل القائمين على زمام الأمور، حاولهم فعلا الحثيث معنا في كل صغيرة وكبيرة. أشكر فعلا سيادة المحافظ نجم الدين اللي هو الأب الكبير في كركوك اللي ما يفرق بين لا كبير ولا صغير ولا قومية ولا إثنية،
اللي دائما يرعانا باهتمام ويرعى احتياجات أبناء شعب كركوك اللي يوميا نشوف تطورات تاريخية وحضارية على أرض الواقع. زيارة هي الأولى من قبل غبطة البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم إلى كركوك، كانت دائمة للمكون المسيحي وطمأنتهم بأنهم في أمان وسلام في كركوك وكردستان بفضل بطولات وتضحيات قوات البيشمركة البطلة. يشار خالد، فضائية كركوك. في موضوع آخر، تواصل وحدات حماية الشعب والمرأة الكردية بإسناد من قوات البيشمركة تقدمها لتحرير كافة القرى في